السلام عليكم يا باشمهندسين، إن شاء الله هنكمل النهاردة كلامنا عن الجزء الثاني من الشابتر الأوبتكس، وهو جزء الدبل سليت والديفراكشن جريتنج. فنفتكر سريعا كده، أنا كان عندنا في خاصية للضوء إن هو لما يعدي في فتحة ضيقة مش بيمشي زي ما احنا كنا قبل كده بندرس في الجيومتريك اوبتكس ويطلع لي دايرة، لا بيطلع لي نمط كده ايه لشدة الإضاءة. وقلنا ان شدة الإضاءة دي كانت متناسبة مع ساين بيتا على بيتا تربيع، فبالتالي اقدر اقول ان الامبليتيود او اللي هو السعه يعني بتاعه الموجه متناسبه مع جذر الكلام ده، يبقى متناسبه مع ساين بيتا على بيتا، فاقدر اقول ان ايه بتساوي ايه في ساين بيتا على بيتا. طيب، واحنا قلنا ان البيتا دي هي الفيز ديفرنس، وقلنا ان هي بتساوي باي بي ساين ثيتا على لامدا، وده اللي هو الـ Optical Path Difference مضروب في الـ Wave Number. طيب ايه بقى ايه اللي هيختلف في المسألة الجديدة؟ اللي هيختلف في المسألة الجديدة، احنا طبعا لو نفتكر ان احنا قلنا الـ هنا الـ Light هيبقى بالنسبة لنا هنتخيله كأنه Electromagnetic Waves، او هنوصفه التوصيف ده ان هو Electromagnetic Wave، فبالتالي بيبقى فيه تداخل ما بين ايه الموجات المختلفة. لو انا كبرت الفتحة دي وفي هنا موجة وهنا موجة ثانية، فبيحصل تداخل بناء وهدام بناء على الزاوية دي وفرق المسار اللي هو هنا ده. طيب في الحالة دي لو انا عندي بقى حاجة بالشكل ده، يعني اتنين سلت مش واحدة، فبالتالي انا هيكون عندي فرق مسار اصلا ما بين الفتحة الاولانية والفتحة التانية، وكمان هيكون عندي الديفراكشن اللي طالع من كل فتحة. فلو انا افترضت ان انا عندي المسافة دي F capital، وخدت انا هنا منصف كده، المسافة دي تبقى Y لحد طبعا لما يتداخلوا، بس احنا قلنا ان بالتقريب ان هما في البداية ممكن بنعتبرهم موازيين. يبقى انا لو اسقطت عمودي من هنا وسميت المسافة دي دي، وفرضت انه الفتحة دي عرضها بي، كذلك الفتحة اللي هنا عرضها بي، وفرض ان الزاوية دي ثيتا والزاوية دي كذلك ثيتا، يبادر ان انا احسب فرق او الفيز ديفرنس ما بين الموجة اللي ماشية هنا او الموجات اللي ماشية من هنا والموجات اللي ماشية من هنا. طيب ده هيؤدي لإيه؟ ده هيؤدي إلى إن هيبقى فيه عاملين، اللي هو
التداخل والحيود. طيب خلينا نشوف الأول فرق المسار نتيجة المسافات دي هيدينا نمط في التداخل عامل ازاي، او الانترفيرنس باترن هيكون عامل ازاي. يبقى اول حاجة بنشوفها الفاي بين السليت الاولانية والسليت التانية، فرق الفيز difference between slit 1 and slit 2 ده بيساوي two by the lambda في d sine theta، وده هنسميه two gamma. ماشي، يبقى الجاما بالنسبة لنا هتساوي باي لامدا دي ساين ثيتا، وده لو احنا شايفين هنلاقيه ان هو مشابه جدا للبيتا، بس مش عاوزين نتلخبط ما بينهم. هو صحيح متشابهين، لكن ده بيعبر عن فرق المسار بين الاثنين سليتس، وده بيعبر عن فرق المسار في بين الموجات اللي طالعه من السليت الواحد. طيب عاوزين نحسب بقى المحصله من ناحيه شدة مش شدة الساعة، محصلة الساعة أو مجموع الساعات لو نقدر نقول للموجات المتداخلة. فلو احنا عملنا لها representation في الفيزر دياجرام، هيكون عندي موجة طالعة من مثلا السليت الأولانية ليها الشدة دي وملهاش فيز ديفرنس مع حاجة طبعا، وبعدين التانية الفيز فرق الفيز فيها فاي، فده هيديني المحصلة واي توتال هنا بالشكل ده كده. لو انا بقى اسقط عمودي من هنا باستخدام بقى التريجنومتري يعني او قواعد حساب المثلثات، هلاقي انه الحتة دي هتبقى طبعا انا لازم اكتب ان هنا ده ايه برضو، بانه انا فارض انه المصدر واحد، فهنا هتبقى a sin phi، وبالتالي هنا طبعا المسافة دي a كوزين فاي. دلوقتي عاوزين بقى نحسب المحصلة دي، هنستخدم بايثاغورس أو فيثاغورس، وبالتالي احنا عارفين ان المسافة دي كلها تربيع زائد المسافة دي كلها تربيع بتساوي y في تربيع. يبقى نكمل المعادلة، هتساوي الكلام كوزين باي تربيع زائد هي ساين سكوير فاي. طبعا لما نفك بقى الأقواس دي هنجد اي سكوير زائد كوساين زائد اي سكويرد فاي احنا عارفين ان الجزء ده بواحد او متأسف اللي في كمان خطأ هنا دي ساين سكويرد
الكوزاين يعني لو خدت اي سكويرد عامل مشترك كوزاين سكويرد زائد ساين سكويرد بواحد يديني، وطبعا هنا ده كده هيطلع لي باي سكويرد، ولو خدت بقى الاي سكويرد دي مع جمعتها مع اي سكويرد يديني ايه 2 اي سكويرد، ولو خدتها عامل مشترك يفضل لي ايه كوزاين فاي، برضو باستخدام العلاقات اللي هي ضعف الزاوية او دبل انجل هنجد انه او احنا عارفين يعني على جنب كده ان كوزاين 2 فاي بيساوي 2 كوزاين فاي ناقص 1. فبالتالي انا دي ممكن احقق، طبعا لو افترضت ان هنا دي فاي يبقى دي هتبقى فاي فاي على 2، والكلام ده هو اللي هنعوض بيه هنا يديني 4 اي سكويرد كوزاين سكويرد فاي على 2. لو استخدمنا بقى المعادلة دي الأولانية دي مع المعادلة اللي هنا دي هنجد انه ان الكلام ده بيساوي 4 a squared ساين بيتا على بيتا squared ومضروبة في كوزاين سكويرد جاما، وده من التعريف طبعا، يعني احنا اصلا معرفين ان الجاما ان فاي بتساوي 2 جاما، فايه ده من التعريف. طيب بما ان احنا عارفين انه ان شدة الاضاءة اللي طالعة من الدبل سليت متناسبة مع y total square يبقى احنا ممكن نكتب ان ال i بتساوي i note في sine beta على beta square cosine square gamma ماشي، و من هنا برضو نقدر نستنتج بقى الايه الاماكن اللي هي هتبقى دارك والاماكن اللي هتبقى برايت نتيجة الظاهرتين، نتيجة الحيود ونتيجة التداخل. احنا كنا درسنا قبل كده ايه اللي بيجيب الاصفار بتاعة الجزء ده، فاحنا عارفين انه لما ساين ثيتا بتساوي ام دارك لامدا على بي ده بيديني ايه دارك فرينجز، وده طبعا ان انا بساوي الايه الفيز بام باي مضاعفات باي زي ما عملنا المرة اللي فاتت. نفس الكلام لو احنا قلنا ده كده الدارك يبقى نفس الكلام بالنسبة لهنا، لو انا سويت الجاما الجاما بمضاعفات الباي عشان تخلي لي الكوزاين بصفر، طبعا الكوزاين مختلف في اصفاره عن الساين، فهي هيديني النتيجة دي ان ساين ثيتا تساوي ام اللي جاية من الانترفيرنس في ناقص نص في لامدا على دي. طيب دي جت منين؟
لو احنا عارفين ايه اللي يخلي الكوزاين بتساوي صفر. احنا عارفين ان الساين ام باي ده بيساوي صفر. طب ايه اللي بيخلي الكوزاين يساوي صفر؟ عندك باي على 2، 3 باي على 2، يعني ايه مضاعفات ال m باي على 2 ما عدا المضاعفات الايه الزوجية. طيب فاحنا ممكن نكتبها بشكل ايه، يا اما المضاعفات الفردية لل m باي على 2، يعني مثلا 2 m ناقص 1 مضروبة في ايه، في نص، صح؟ فده يديني ايه، هيديني ام ناقص نص باي طبعا، وايه الباي دي بتروح مع الباي لما انا بعوض هنا في الفيز عشان اجيب الزاوية. طيب احنا هنا بندي السب اندكس، يعني ام دي يعني ده العداد بتاع الدارك بتاع الديفراكشن، ماشي؟ يعني هنا دي للديفراكشن ودي خاصة بالانترفيرنس، تمام؟ يبقى انا عندي هنا بقى دلوقتي عدادين، عداد بيعد للدارك وعداد بيعد للانترفيرنس، ماشي. بالنسبة بقى للبرايت يعني الهدب المضيئة هيكون عندي العكس بقى، ما لأن هنا اللي بيخلي الحاجة تطفي هي كوزاين وهنا ساين، فبالتالي بيبقوا عكس بعض، يبقى ساين ثيتا بتساوي ام انترفيرنس لامدا على دي، والعكس هنا هيبقى فيه شكل مختلف شوية طبعا، لأن ده بيجي من إيه بقى؟ إيه اللي بيجيب الهدب المضيئة في الحالة اللي هنا دي؟ وهكذا، ده جاي من إن إحنا خدنا التفاضل بتاع ساين بيتا على بيتا وساويناه بصفر، وجبنا قيم بيتا اللي بتخلي الايه الكلام ده بصفر بحل المعادلة دي، ودي بتتحل بطريقة مثلا اتريتيف زي طرق نيوتنز ميثود اللي درستوها في اعدادي. طيب هنا كده ده جزء الاثباتات، هنستكمل في الفيديو اللي جاي ايه حل المسائل. السلام عليكم يا باشمهندس، نبتدي نشوف أول مسألة مع بعض إن شاء الله. طيب question 6، سؤال رقم 6 بيقول two rectangular slits are separated by 0.5 millimeter apart، يعني طيب يبقى أول حاجة بنشوف بس المعطيات، هو مديني الفرق بين الفتحتين، يبقى هو مديني الدي and is illuminated by a monochromatic light of unknown wavelength، يعني اللامدا مش عارفين. يقول the resulting interference diffraction pattern is observed on a screen 2 meters away from the slits، يعني مديني f in متر. بيقول it is observed that the 10th order maximum of the interference pattern is missing، يعني بيقول عاشر هدبة مضيئة بالنسبة للانترفيرنس، بالنسبة للتداخل، متطابقة أو منطبقة على التداخل الهدام نتيجة الديفراكشن، نتيجة الحيود، coincides with the second order minimum of the single slit diffraction pattern at a distance 0.022 meter. يبقى هو مديني y interference 10 بتساوي y
diffraction 2 بتساوي 0.02 0.22 متر. وده لو احنا بصينا هنا هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي انه هنا احنا عندنا علاقات بين الساين، مش علاقات بين الواي. طبعا من القوانين بتاعت المرة اللي فاتت اللي خاصة بالسنجل سليت، احنا نقدر نفتكر ان كان على المسافات الكبيرة دي الثيتا بتبقى صغيرة، فبالتالي ممكن اقول ان ساين ثيتا تقريبا يساوي تان ثيتا اللي هو بيساوي واي على اف. فبالتالي كده اقدر اخرج من الساين واروح لل الواي والاف اللي هي المعطيات اللي عندي. ساعتها هلاقي ان واي انترفيرنس 10 بتساوي ام لامدا اف على دي. وبالنسبة للدارك بتاع الديفراكشن دي طبعا برايت، ماشي، عشان بس ما بقاش ايه. وعندي برضو الواي بتاع الديفراكشن رقم 2 الدارك بقى، ده برضو لو نفتكر ان هو كان بيساوي نفس الكلام، لكن طبعا كان ساعتها هنا بي. طيب انا من المعطيات كده انا عندي كل حاجة ما عدا مجهولين البي واللامدا، وانا عندي معدتين في مجهولين يبقى نقدر نحلها. فهنساوي الاثنين ببعض، هنساوي واي اي 10 بتساوي واي درجة 2، يبقى عندي ام لامدا اف على دي بتساوي ام لامدا اف على بي. كده كل حاجة هتروح، هيفضل لي بس البي. البي بتساوي هنا طبعا دي 10 ودي هتبقى 2، صح؟ فيبقى لما نعوض بقى انا عندي كل حاجة، يبقى الاقي ان البي بتساوي 10^4 متر، يعني بتساوي 0.1 ملي متر. اخد البي بقى واعوض في اي من المعادلات، او في الواقع انا ممكن اجيب من المعادلة دي لحظة، من المعادلة دي اقدر اجيب على طول الايه اللامدا. فانا عندي كل حاجة، عندي الام بعشرة وعندي الاف وعندي الدي وعندي الواي اللي هو مدهاني، او ممكن استخدم المعادلة دي بحيث ان انا ايه خلاص طبعا معايا البي اقدر اجيب اللامدا، ممكن ايه اتحقق ان الاثنين يساوي بعض. في العموم هلاقي انه اللامدا بعد التعويض هتساوي 5.5 × 10^7 متر، يعني 550 نانومتر. تمام. طيب هو طالب ايه تاني في السؤال؟ طالب determine the wavelength of the light used the width of any of the slits اللي هي البي. يبقى احنا جبنا له الاجابة دي والاجابة دي، and the number of bright interference enclosed in the central diffraction fringe. بيسأل عندي كام تداخل بناء جوه الـ Central Diffraction Fringe. إنه عندي هنا عندي وضع، شايفين إن هنا العداد بتاع
البرايت بتاع الانترفيرنس اسرع من العداد بتاع الديفراكشن. فهو بيسأل عندي بقى كام، يعني لو شفنا كده هلاقي النمط بتاعي عامل بالشكل ده، وده مجرد ايه بقى زي انفلوب كده بس بيحدد الشكل العام بتاع الديفراكشن، والانترفيرنس هو اللي عامل ايه الهضبة الكتير اللي في النص. فهو بيسأل كام عدد الهضبة المضيئة اللي جوه الهضبة الأساسية بتاعت الديفراكشن. طيب دي ممكن هجيبها منين؟ يعني أنا M طالما أنا عاوز أعداد يبقى دايما ببص على الM. فهو بيسأل على الM دي صح، الM I ماشي. ف الام اي دي انا هعرف اجيبها ازاي؟ بان انا اساوي الساين ثيتا بتاعت البرايت ب او اول ساين ثيتا دارك باول ساين ثيتا برايت. يعني هنشوف كده، يبقى اول لما يجيلي يعني المطلوب ايه بقى؟ ساين ثيتا بتاعت الديفراكشن الدارك ماشي، لما بتساوي الساين ثيتا ام اي اللي انا مش عارفها بتاعت الانترفيرنس البرايت. يعني لما اخر واحدة مضيئة هنا تتقابل مع أول واحدة مظلمة هنا، تمام؟ فهو ده الام اللي أنا عاوز أعرفها، يبقى ام اللي أنا عاوز أعرفها هنا بكام، تمام؟ فده كده إيه من التعويض. أنا هنا طبعا بتبص على أول واحدة مظلمة في الديفراكشن، يبقى عندي واحد مضروب في لامدا اف على بي. طبعا احنا جبنا اللامدا والبي والاف كانت من المعطيات، تساوي ام لامدا اف على دي، وده هيؤدي ان انا عندي ام بتساوي دي صح كده على البي، يساوي الكلام ده 5. يبقى عدد ال طبعا احنا كده جبنا ايه النص ده بس مش كده، احنا كده جبنا العدد ده بس لان انا عندي العداد ده بيعد لفوق كده 1 2 3 صح، فانا الكلام ده مفروض مضروب في 2 بس لو انا كده ضربت في 2 يبقى انا اهملت اللي في النص بالظبط. يبقى هو العدد بالظبط كام بقى؟ العدد of bright fringes بيساوي كام؟ 2 × 5 + 1 يساوي 11 تمام. طيب الحالة اللي بعد كده في دراسة الديفراكشن مع الانترفيرنس هي الديفراكشن جريتينج. طيب هو ايه الديفراكشن جريتينج؟ هو بقى يعني الحالة الأعم شوية، ان انا بيكون عندي بدل بقى فتحتين عدد كبير جدا من الفتحات وليهم كثافة n اللي بتساوي number of slits per meter أو per centimeter تمام. طيب في الحالة دي عاوزين نوصل لشكل
المعادلات اللي هتكون مستخدمة. طيب نفتكر المرة اللي فاتت احنا قلنا هيكون عندنا مثلا موجة كده وموجة من هنا موجة من هنا، هيكون في برضو فرق مسار بين كل موجة ماشية والتانية، يعني في فرق optical difference أو optical path difference مختلف. وده لو احنا عاوزين نمثله بالفيزر دايجرام، فهيكون عندي نفترض مثلا الموجة الأول اللي هي تحت خالص في أول فتحة تحت خالص هتكون حاجة بالشكل ده وليها سعة y نوت أو amplitude y نوت، وبعدين اللي بعدها في فرق فيز هنسميه ألفا نوت. دي لما كان عندنا اتنين، لكن لو عندنا أكتر بقى هيبقى نفس الكلام كده، إيه كل شوية في ألفا نوت فرق عن كل واحدة من اللي قبلها، عشان بس نوضحها بشكل أظبط. ففي كل مرة فرق ألفا نوت عن اللي قبلها، طبعا ده معناها ان عن قبل اللي قبلها فرقة عدد الفا نوت ان. ماشي. طيب لحد ما يوصل ايه ان انا اجيب المحصلة. طبعا لو الكلام ده صغير قوي وعدد كبير جدا فتقريبا تقريبا هيكون كأن عندي قوس من دايرة قطرها نص قطرها r، والزاوية دي بتاعت الارك n الفا نوت، وعاوز انا اجيب الواي توتال دي اللي هي المحصلة. طيب لو احنا بقى بصينا على الشكل ده كده، اولا اقدر اجيب علاقة ما بين الزاوية دي و y t عن طريق ان انا اقول ان نص الزاوية هو عبارة عن نص y t على r، صح؟ من ايه المثلث القائم اللي هنا ده، فاقدر اقول من المثلث ده ان عندي sin n الفا نوت على الاثنين هتساوي y نوت توتال او y توتال او y توتال y توتال على الاثنين على r. ماشي. ومن المثلث اللي هو الصغير اللي هنا ده اقدر اجيب علاقة لما يكون عندي الفا نوت واحدة بس، طبعا الزوايا دي كل واحدة منها الفا نوت بتجمع لحد ان الفا نوت، لان كل الفتحات دي زي بعض وايه متنورة او illuminated بنفس السورس coherent source يعني. طيب فهنا عندي اقدر اقول برضو بنفس المنطق ده ساين ادي ايه دي الالفا نوت على الاثنين وده مثلث قائم اهو، يبقى ساين الفا نوت على الاثنين بتساوي واي نوت على الاثنين على ار. لو انا خدت النسبة بين الاثنين عشان اجيب واي نوت على واي توتال الاقي انها بتساوي ناخد بقى النسبة بين ده وده هيطلع لي ساين الفا نوت على الاثنين ساين ان الفا نوت على الاثنين،
لو انا عارف انه الالفا نوت على الاثنين دي هنسميها جاما، او احنا لو نفتكر ان احنا سمينا الفاي الكاملة اتنين جاما، اللي هي فرق الفيز لما كانوا اتنين سليتس بس، باستخدام نفس الايه المنطق كده سمينا هنا بس الفيز ديفرنس الفا نوت، يبقى متفقين مع بعض. يبقى اقدر اقول انه الواي توتال بتساوي واي نوت مضروبة في ساين ان جاما على ساين جاما. ولو نفتكر ان الامبليتيود ده نفسه كان بيبقى فيه الديفراكشن او الحيود، يبقى متناسب او بيساوي a ساين بيتا على بيتا. يبقى اقدر اقول في الاخر ان ال i بتساوي i نوت ساين بيتا على بيتا سكويرد ساين ان جاما على ساين جاما تربيع. ده طبعا لان ال i احنا عارفين انها متناسبة مع تربيع السعة. تمام. طبعا المعامل ده بيخلي التردد بتاع او عدد الايه البرايت فرنجز والدارك فرنجز بيزيد قوي، يعني هيبقى عندنا حاجه بالشكل ده. كان زمان عندنا الديفراكشن باترن بس، دلوقتي بقى جواه كمان انترفيرنس باترن. يعني ده مش احسن رسم يعني، لكن حاجه بالشكل ده. لما ال n دي بتزيد بقى هنلاقي كمان انه الوضع بيبقى اسرع من كده كمان. تمام، حاجه بالشكل ده. طيب عاوزين نعرف لما الجاما بتساوي مضاعف للباي عشان نعرف الأماكن المضيئة والمظلمة، هنلاقي إن طلع لي إيه الآي بتساوي حاجة مضروبة في صفر على صفر تربيع. طبعا نفتكر الكلام ده من التفاضل والتكامل الترم الأولاني، ونعمل الليمت لجاما لما تكون ام باي. طبعا هنستخدم لوبيتال، ناخد تفاضل فوق على تفاضل تحت، يطلع لي ان كوزاين جاما على كوزاين جاما يساوي ان. يبقى بالتالي يبقى ده كده اللي عند ال m باي ده كونديشن لإيه؟ ده كونديشن للماكسيمم. يبقى ده كونديشن فور ماكسيمم، يعني شرط لل للإيه الهدى بالمضيع. تمام ماشي. أو طيب تمام كده. يبقى لو احنا عاوزين بقى نشوف الجاما اللي هي بتساوي ام لامدا، دي بتساوي ام دي ساين ثيتا على لامدا، يديني شرط مشابه اللي احنا شفناهم قبل كده للايه للبرايت
تمام، متلخبطش بقى لأن في حاجات هنا برايت وحاجات دارك ومختلفين شوية عن بعض، نتيجة إن في حاجات بتظهر بالساين وحاجات بتظهر بالكوزاين، فإيه نخلي بالنا من المثال. طيب المثال اللي بعد كده أو الأمثلة اللي بعد كده في الشيت هي كلها على الدفراكشن جريتنج. فالمثال رقم 7 بيقول لي عندي أرجون ليزر strikes a diffraction grating that has 5310 lines per centimeter. يبقى هو مديني n بتساوي 5310 line per centimeter. طيب يعني انا لو عاوز اجيب كام، عاوز اجيب عدد اللاين الواحد هيساوي 1 على دي، يبقى دي هيساوي 1 على الان، ده يساوي 1 على 5310. ماشي. بيقول لي بعد كده the central and first order principal maxima are separated by 0.488 meters. طيب يبقى هو بيقول لي the first order principal maxima are separated by 0.488. طيب هو كده مديني واي، بس احنا عاوزين نعرف هي الواي دي انهي يعني بتعبر عن ايه. هو بيقول لي انه ال principal the first order principal maxima ال central وال first order principal maxima، يعني مكان ال principal maximum عن اول واحدة برايت. يبقى هو مديني ايه واي 1 برايت. هل الكلام ده بقى بيساوي ايه؟ ده بيساوي 0.488 متر. هنا اقول 1.72 meters from the grating، يبقى مديني ال F يساوي 1.72 meters. Really determine the wave of wavelength determine the wavelength of the laser light. عاوز يعرف اللامدا بكام. طيب احنا عندنا هو قانون اللطيف ده، وطبعا الساين سهل بنحولها لواي على اف، يبقى نقدر نقول ان الواي بتساوي ام لامدا اف على دي. انا كده عندي كل حاجه دي طبعا بالسنتيمتر، هحسب هعوض، مجرد هعوض اجيب اللامدا بتساوي 534 3 نانومتر. تمام. طيب بيقول لي بقى if the entire apparatus، يعني لو الجهاز ده كله is immersed in water، يعني اتحط في مية، والrefractive index معامل الانكسار 1.33. بيقول what is the diffraction angle of the first order in this case، يعني المرة دي بقى بيسأل على theta 1 bright هتساوي كام. طيب هو هنا طبعا في حاجة هتختلف طالما ذكر الـ diffractive index، واحنا نفتكر طبعا ان لامدا f بتساوي c، و c دي اللي هي بتساوي c نوت على n. الحاجة الوحيدة اللي تقدر اللي هتتغير هي اللامدا، الـ f بتفضل زي ما هي، يبقى انا عندي اللامدا دي هتبقى اللامدا نوت اللي احنا جبناها على N. يعني معنى تاني الويف لينث هيصغر. تمام،
عشان السرعة هتقل. طيب، فببساطة جدا كل اللي هنعمله ان احنا عندنا القانون بتاع الساين ثيتا هيساوي بقى ايه، واحد في لاندا اللي احنا جبناها دي 10 سالب 7 على 1.33 على 1 على 5 3 10 10 سالب 2 تمام. وبعدين بعمل بقى ايه، اجيب الزاوية اللي هي الساين انفرس، يبقى ثيتا تساوي ساين انفرس ايه الحسبة اللي هنا دي، يديني ثيتا بتساوي 6 degrees. طبعا لو عاوزين تسيبوها بالراديان مفيش مشكلة. السؤال الثامن بيقول لي the fraction grating of 3500 lines per centimeter is illuminated at normal incident by white light، يعني مضاء بإيه، ضوء أبيض الـ N عندي بتساوي 3500 line per centimeter، خلاص ايه الـ D بتساوي 1 على. طيب ويقول لي بقى ضوء أبيض معناه إن في كل الأطوال الموجية، وبيقول لي a spectrum is formed on a screen 30 centimeters، يعني F تساوي 30 سنتي from the grating if 1 centimeter square hole is cut in the screen. يبقى هنا بقى أنا عندي حاجة، عندي grating بتاعي اللي هو إيه متشرد ده، وعندي هنا السكرين اللي انا بجمع عليها الضوء، مش الضوء بقى نازل من هنا ويتجمع ويعمل التداخل والكلام ده كله ايه ماشي، ودي على بعد 30 سنتي. ماشي، في بقى على في حتة مفتوحة في السكرين اللي بنجمع عليها الضوء دي عرضها 1 سنتيمتر، والجزء الداخلي منها على بعد 5 سنتي، ده 5 سنتيمتر وهي طولها 1 سنتيمتر. بس بيقول لك from the central maximum، ماشي من هوبا الايه المضيع اللي في النص، بيقول what range of wavelengths would pass through the hole، يعني عاوز يعرف ايه الاطوال الموجية اللي هتعدي من الفتحة دي. طيب طالما هي اضواء موجية وهتعدي معناها انها لازم تكون برايت، يعني الاطوال الموجية دي تديني برايت او مضيء في الحتة دي عشان ينور من خلاله، صح؟ طيب في الحالة دي انا ما قداميش غير برضو القانون بتاع الساين، صح؟ لكن في قانون الساين انا عندي العداد M، تمام؟ طيب ايه بقى التصرف اللي انا ممكن اعمله في المسألة دي؟ انا عندي دلوقتي الساين دي ممكن اجرب ان انا احط اخلي الام لامدا زي ما هي، تمام؟ طيب لو انا خليتها زي ما هي انا برضو ما عنديش اصلا الساين ثيتا، ما عنديش الثيتا، لكن عندي ايه، ايه اللي ممكن يجيب لي الثيتا؟ يعني الثيتا هي زاوية هنا، يعني خلينا نرسمها أحسن شوية أو نكبر دي كده كمان، يبقى عندي هنا
في زاويتين، هنا ثيتا وفي هنا ثيتا تاني. فالثيتا أو الساين ثيتا ممكن أحسبها من إيه؟ المثلث القائم ده، صح؟ حلو. فالمثلث القائم ده أنا عندي أدي إيه؟ ضلعين فيه، أقدر أجيب بسهولة الساين ثيتا. يبقى ساين ثيتا ماكسيمم هتساوي ايه؟ هنا الطول ده 6 سنتيمتر، يبقى 6 على جذر بتاع 6 تربيع زائد تربيع. الكلام ده بيساوي ام لامدا ماكسيمم على 10 أس 2 بسالب 2 في 1/1500. والساين ثيتا مينيمم هيساوي ايه؟ المثلث التاني نجيب منه 5 على 5 بيساوي مينيمم الثلاث وخمسمية. تمام، كويس. طيب دلوقتي عاوزين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي ام لامدا تساوي رقم، وام لامدا تانية خلي بالنا دي اللامدا دي غير دي، يبقى انا عندي كده 3 مجاهيل. لكن لو انا بصيت على الارقام، يعني لو بصينا كده على الارقام الاقي انه ام لامدا ماكسيمم هتساوي 5.6 × 10^7، وام لامدا مينيمم تساوي 4.697. احنا يعني محتاجين نبقى عارفين ان الفيزيبل رينج من 400 نانومتر لحد 700 نانومتر. طيب ام دي لو بس كانت، يعني انا ام لازم تبقى عداد صفر، 1 2 3 وهكذا، مفيش صفر، 1 2 3. طيب لو هي 1 الارقام في الرينج الفيزيبل، لو هي بس 2 حتى مع المينيمم هل هي خرجت بره الفيزيبل رينج؟ يبقى ام ماست بي 1. ومن هنا نقدر نقول لامدا الماكسيمم تساوي 560 نانومتر، واللامدا المينيمم. ستة تسعة سبعة نانومتر. تمام. طيب آخر سؤال بقى معانا إن شاء الله في جزء بتاع النهاردة، هو سؤال رقم 9، وده كده آخر حاجة في الأوبتكس. بيقول a parallel beam of white light، يعني برضو ضوء أبيض، is incident normally on a diffraction grating if the green spectral line whose wavelength is 540 nanometer. يبقى مديني لامدا بتاع الضوء الأخضر 540 نانومتر of a certain order، يعني مش مديني الام بالنسبة لي مجهولة. Is found to overlap with the violet line whose wavelength is
405 نانومتر. يبقى عندي الفايلت بيساوي 5 نانومتر. Of the next higher order at a common diffraction angle of 30 degrees. يبقى هو بيقول لي بقى ان الترتيب اللي هو بتاع الاخضر بينطبق على الترتيب بتاع البنفسجي اللي من الترتيب اللي اعلى منه بواحد، يعني M plus 1. حلو، ومديني الديفراكشن انجل، مديني الثيتا بتساوي 30 ديجري. تمام، طبعا نخلي بالنا نحول ده الراديان او الكالكوليتر بتاعنا يبقى بالديجري مؤقتا للمسألة دي. فيبقى كده ببساطة هو بيقول لي ان ام لامدا اللي هو الجرين ده على دي هو بيساوي ام زائد واحد بالنسبة لامدا الفايلوت على نفس الدي، طبعا لان الجهاز ما اتغيرش. طيب من هنا اقدر اجيب الام، هي ده مجهول واحد في المسألة او المعادلة دي، ام بتطلع بتلاتة. وبعدين بقى ممكن اجيب الدي من اي واحدة من الاتنين دول، يبقى اقول مثلا 540 نانومتر بتساوي ام اللي هي 3 في لامدا جي على الدي. خلاص ما عنديش غير هو ده بس اجيبه، الدي يطلع ب 3.24 مايكرو متر. خلاص، طيب وبعدين بيقول بقى ايه، find a number of lines per centimeter of the grating. طيب انا كده جبت الدي، لو انا عاوز بقى الان هتساوي واحد على دي هتساوي تقريبا 3086 line per centimeter. خلاص، طيب بيسأل تاني سؤال، the maximum order of spectral violet lines that can be observed. يعني ايه اقصى ترتيب او عداد، يعني ايه M maximum بتاعت الفايلوت بكام اللي اقدر اشوف. طيب هو انت الضوء مش هيسقط على الشاشة، يعني ادي ايه الجريتنج اهي وادي الشاشة اهي، ونفترض ان الضوء ايه ماشي بزاوية ما هيسقط على الشاشة، الزاوية دي لو زادت هيسقط برضو، يعني هنفترض لو الشاشة دي لا نهاية هيفضل يسقط لحد ما يبقى موازي للشاشة، يعني 90 درجة. طيب فيبقى نقدر نقول ساعتها انه ان ثيتا ساين ثيتا، او نقول حاجة حاجة، الثيتا أقل من باي على 2، يعني 89.99 ما زال هينقص لو السكرين دي هيسقط، يعني على السكرين لو هي ممتدة ما لا نهاية. ده معناه طبعا ان ساين ثيتا أقل من 1، ده معناه ان ام الماكسيمم ده لان على الدي أقل من الواحد. انا عندي كل حاجة فاضل الام، الاقي ان الام اقل من 8، ده معناه ان الام بتساوي 7. خلي بالنا انها لازم تكون رقم صحيح واقل، فعشان كده بقول ام بتساوي 7. طيب ان شاء الله انا هعمل زي ملف كده وورد نقدر نسجل فيه الأسئلة بتاعتنا، وأنا هخش أجاوب عليها كل فترة بإذن الله. شكرا يا باشمهندسين.